سنة 518 إلى البابا هورميزدا. بابا روما كتبوا له رسالة وقالوا له فيها: أيها الجالس على عرش أمير الرسل بطرس، نحن رهبان يلي بقينا من اللي قتلوا واستشهدوا فداء لإيمان بيسوع المسيح بحسب المجمع الخلكيدوني اللي بيآمن أن في المسيح طبيعتين، الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية، لأنه هيك إيماننا فنحن اضطهدنا واستشهدنا، ونحن بنطلب منك أيها الأمير يا جالس على كرسي بطرس أمير الرسل، اضرب بعصاك وبدد كل الأشواك من حول الورد التي هي شتلة مارون في هذا الشرق. فإذا نشأت الموارنة نشأت أبطال ورجال، ما قعدوا يتحسروا ويقولوا له نحن متنا وتقتلنا تنقوم نهرب، قالوا له اخبط بعصاك واضرب كل الأشواك يلي عم بتناهض وردة مارون، لأنه نحن غرسنا بقلب هالشرق. ما كان من قداسة الحبر الأعظم البابا هورميزدا إلا أنه يرسل كتاب جواباً على طلب الموارنة يلي طلبوا، بيقول لهم علمت منكم أنكم أنتوا وردة بين الأشواك، وعلمت منكم أنكم أنتوا تبعتوا المجمع الخلكيدوني، إيماننا بيسوع أن في المسيح طبيعتين متحدتين بالأكنوم ابن الله الواحد، ولو راح منكم شهداء تذكروا شو قال سفر الرؤيا: كن أمينا إلى الموت وأعطيك إكليل الحياة. تذكروا بإيمانكم أن يسوع مات من أجلنا على الصليب، وهو اللي قالنا بالإنجيل مثل ما اضطهدوني سوف يضطهدونكم. وبيختم رسالته البابا بيقول لهم: ولكن ثقوا أن يسوع قال في الإنجيل: ثقوا بي أنا غلبت العالم. شدد الرهبان، شددوا الموارنة، عدوا شهداء طلعوا 350 وقالوا علامة الشهادة بدنا ننطلق للتبشير، ما رح نخاف من أي وجه. عملا بسفر إرميا النبيل بيقول: لا تخف من وجوههم فاذهب وكل الكلمة، ومثل ما بيقول سفر أعمال الرسل بآخره: وكان بولس يقول كلمة الرب في روما ولا يمنعه إنسان من ذلك، لأنه جريء بيقول الكلمة بالشكل العلني. قالوا بدنا نختار اختيارين، أو منروح على كيليكيا يلي هي باتجاه تركيا محاصرة بين جيوش الفرس وجيوش الروم يعني اليونان، أو بدنا نروح على فينيقيا اللبنانية يلي فيها جبال. وين دي قرر الرأي من روح؟ التفقوا ببعضهم وقالوا ما رح نكون محاصرين من اللي اضطهدونا ومحاصرين من جيوش الفرس وجيوش اليونان، رح نروح باتجاه فينيقيا اللبنانية، وهونيك بفينيقيا اللبنانية رح نحط رحالنا ونقعد ونستقر في هالجبل، وكان في مبشرين سبقونا إلى هيك المكان. أخذوا طريق العاصي عكس مجرى النهر، وصلوا إلى منطقة الهرمل، وأول وصول لهونيك هو الدائرة اللي كان حدا منا، أو إن شاء الله بتجي الأيام نرجع منزور اللي ما راح، دائر مار مارون العاصي، أول نقطة على سفح سلسلة جبال لبنان الشرقية، مطرح ما بينبع نهر العاصي النبع وبيروح باتجاه سهل الهرمل تيروح يصب بحمص ومن ثم إلى أنطاكيا اللي هي اليوم بتركيا. قالوا فإذا نحن بدنا نختار هالطريق ونوصل لألا. وصلوا إلى هالدائر وكملوا وطلعوا على الجبال وصاروا يسموا القمم المرتفعة على اسم الشهداء، واليوم هدفنا هو تصليح لاسم أعلى قمة بهالشرق، هي المعروفة بالعربي القرنة السوداء، وقت اللي منقول قرنة يعني بتطلع زاوية لكوان، أما عند ما منقول قمة فمنقول جبل مرتفع، فتيكون اسمها قرن السودة بالعربي يعني ترجمة حرفية عن السرياني، قرن يعني قرنه، وقرنه يعني أرن، وأرن يعني جبل مرتفع. فإذا ما اسمها للقمة السوداء ولا القرن السوداء،
اسمها قرن الشهداء، قرن السهد، تلة الشهداء، جبل الشهداء، وكان أول تسمية مع رهبان وتلاميذ مارمارون الرهبان يلي اجوا وسموا هالجبل على هالاسم. أما هالجبل يلي متواصل مع هالتلة المرتفعة سموه جبل المكمل، وهو اسمه جبل المكمل باللام، يعني مقام إيل إله الكنعانيين الفينيقيين. قالوا له أيضا المكمن نسبة إلى الكمين يلي نصبوا سويروس وقتلوا فيه واستشهدوا الرهبان 350. زيادة على ذلك صاروا ينزلوا من ضيعة إلى ضيعة بجبة بشري وأهدي وأرن أيط باتجاه المنطقة الساحلية، وصاروا يسموا كرة وضيع تتركوا بلدة على هالاسم اسمها كرماهة سهدة، يعني تكريم الشهداء المعروف اليوم كرم سدي وغير من الضيع يلي سمت باسم الشهداء. فوين بيطلع لنا كلمة سهدو بالسرياني يعني شهيد، سهدة يعني شهداء، فنحن عم نعيد عيد سهدة بالجمع يعني عيد الشهداء 350 راح. حطوا رحالهم في أرض جبل لبنان واستقروا في هالجبل الأشم وهالقمم المرتفعة وبالأودية السحيقة، وتلاقوا وتواصلوا مع المسيحية اللي كانت دخلت إلى هالوادي المقدس من خلال الاضطهاد الأول للمدن، هربوا إلى الأودية، ويلي إجوا من الجبال كونوا الشعب المتلاحم، وأصبح الشعب هو الشعب الكنعاني الفينيقي، الشعب المسيحي اللي نبذ الكنعانية وقبل الإيمان بالمسيح، وتسمى على طريقة العموديين شعب الصليب اللي بيرفع الصلبان، وتسمى على اسم فخر قديسي هالشرق هو القديس مارون. وتجمعت كل هالمعطيات توصلت لإلنا، وصرنا منقول الموارني يلي هن مرتبطين ارتباط مباشر بإيمان بالمسيح وبالإنجيل وثبتوا بقلب هالأرض. من هيك تذكار اليوم اللي بتعيدوا الكنيسة 350 شهيد تاخد مبدأ منه وبتقول حيثما الشهادة هناك الرسالة. شهادة 350 جعلت الموارنة في أرض لبنان وأرض الشرق وأرض انتشار في العالم بيوزعوا الطاقات، رجال الإبداع صنعوا لبنان وكونوا الكيان اللبناني، وكل من هز الكيان اللبناني بيرجع بطريارك الموارنة باسم الشعب الأبي الساكن في المغاور والكهوف والمناسك، يرجع بصحح المسار. من هيك نحن بقلب هالقداس اليوم 31 تموز منلبي النداء ليوم الأربعاء، بيكون 5 الشهر آب الساعة 6 مساء بيجي غبطة أبينا السيد البطريرك وبيحتفل بليلة عيد التجلي بأرز الرب، وبيقول أعلى كلام بينقال بلبنان وبالشرق من تحت أرز الرب. فوق كلامه ما في إلا الرب يلي صنع الأرز وأعطى هذا الأرز أن يكون ثورة عظيمة جدا باتجاه ثورة البحبوحة والمحبة والشراكة والعيش الكريم وحيادية لبنان وعيش الثقافة، ثورة الإنسان يعيش فيها إنسان متلازم ومتكامل بكل النعم، ويكون لإله كل حريته، لأنه أعظم ما يكون بالشهداء اللي ماتوا تيربحوا أغليين الحرية والإيمان، ونحن على مسيرتهم منكمل تنربح الحرية ونربح الإيمان، لأنه هدفنا نكون بالبلد تنمجد الرب الإله الحي ويكون عنا الحرية التامة. فنلبي النداء ليوم الأربعاء إذا الله بيريد، حيكون فقط قداس مثل ما هلأ عم نقدس القداس، فقط رافعين الرأس خاشعين أمام الرب الإله الحي ذاكرين كل شهدائنا 350 شهيد يلي بشهادتهم استحقت كنيستنا المقدسة أن تؤدي كل تمجيد وتسبيح للرب. وتممت سفر الرؤيا القائل كن أمينا إلى الموت وأعطيك إكليل الحياة. يا رب اجعلت منا
شهداء بقلب هالأرض، وجعلت منا رسالة. أعطينا نتمم كلمات الرسالة حتى نبقى ثابتين بقلب هالأرض، شامخين مثل هامات الأرز، ثابتين على صخور أديشة وأنوبين، مثابرين على إيماننا فيك يا أيها المسيح، ممجدين اسمك الحي القدوس، سامعين صوتك اللي بيقول أنا معكم لا تخافوا. فنحن يا رب ما منخاف لا من صعود.